كتير من الناس ما بيعرفوا شو أضرار المشي على السيراميك، وبيفكروا أو بيعتقدوا إنه المشي على السيراميك كتير منيح. هو في فرق بين المشي على السيراميك والمشي على رمل البحر أو الرمل اللي موجود بالصحراء أو الحجر، حتى الحجر اللي هو قصدي فيه الرخام، هيدا كتير بيفرق عن السيراميك عن الشغلات اللي نحن ذكرناها. هوليك أشياء طبيعية ما بتأذي الجسم، بالعكس بتفيد الجسم، أما المشي على السيراميك بيعمل مشاكل بالجسم، منها آلام ظهر، منها البرود اللي بتفوت على الجسم، وكتير من الحالات. يعطيكم العافية. لما يجيني مريض او مريضه وتقول لي عندي الم في القدم، اقول لها ما اقدر، ما اعرف. هذا بحر كبير بالنسبه لي، مليان اعصاب واوتار وعظام، فحاجات معينه. خلينا ناخذ الالم الرئيسي اللي اغلب المرضى اللي يجوني يشتكوا منه، الم الكعب. الم الكعب، وليس الكعب العالي حق السيدات، هذا يجي للكبار وللصغار. الم في اخمص القدم، في اسفل الكعب من اسفل. يجي الالم هذا في الصباح لما الانسان يصحى، اول ما يحط رجله في الارض. اللي جاله من المشاهدين عارف نفسه، اول ما يقوم الصباح يحط رجله في الارض يحس بالم مهول جدا، بعد من شوز مش مناسب او ارهاق. العكس، من المشي حافي على الاسطح الصلبه. رجل الانسان ما هي مصممه ان احنا نمشي على رخام او سيراميك او الصبه هذه اللي احنا بنمشي عليها. رجل الانسان يجب ان يمشي يا من على رمله، يا من على طين، يا من على حشيش في مزرعه، يا من في جبل. فبالتالي لابد ان احنا نحمي القدم بالحذاء الصحيح في الاسطح الداخليه. يعني مرض الكعب، الم الكعب هذا من الامراض حق الحديثه، حقت العصر الحديث. في كثير جدا من الاولاد اللي بيصابوا بمشاكل الكلى، رقم واحد وسر من اسرار الخفيه لمشاكل الكلى انهم بيمشوا حافي على البلاط في البيت. المشي الحافي مفيد جدا جدا، مشي ان احنا نمشي حافي مفيد جدا جدا، بس بشرط اما على رمله او ارض طينيه او على نجيل. انت عارفه باطن القدم في خريطه كامله للجسم كله، الصينيين عاملينها من الاف السنين، هتلاقي مكان للكليتين. كل ما بيتحط على الارض، خصوصا الناس اللي بتشكي من مشاكل الكلى، بيحس بسخونه في بطن رجله دايما، فعاوز حاجه بارده يحط رجليه عليها. تمام. وده بيخليه بدل ما هو مريض مؤقت يبقى مريض دائم. عشان تمام. كده بنقول اي حد عنده طفل بيمشي حافي في البيت ممنوع تماما تماما، لان ده فعلا اول وسيله من وسائل تدمير الكلى. بصفه عامه الارضيات الصلبه اللي هي الرخام والسيراميك اللي في بيوتنا، هذه ارضيات غير طبيعيه، لا يحبذ المشي عليها حافي القدمين، ربي ما يجيب الشر. عندها ضعف بالكلى او عندها اتربة بالكلى او الكرياتين وايد صاعد، تدرون شنو السبب؟ السبب البرودة. لا تمشي حافي، اذا عندك غرفة سيراميك حط زولية، حافي لا تمشي. يمكن شخص